حضرتنا اليوم راح يكون عن expected value أو القيمة المتوقعة أو معدل حدوث عدة أحداث، فهي بعبارة أخرى هي المتوسط لعملية عشوائية بعد إجراء عدة تجارب على متغير عشوائي معين. فبعد إجراء التجارب هذه التجارب نوجد عندنا متوسط العملية العشوائية اللي تم إجراؤها. فالقيمة المتوقعة نستخدمها لإيجاد معدل احتمالية حدوث عدة أحداث، نحسبها بضرب قيمة الحدث في احتمالية حدوثه. بعد ما نضرب قيمة الحدث في احتمالية حدوثه نجمع النواتج، بكون حصلنا على القيمة المتوقعة أو على الـ expected value. فالـ expected value الفورميلا تبعتها أو الرمز تبعها أول اللي هي EX expected، أو نرمز لها بالرمز ميو. هاي الـ expected أو الـ ميو بتساوي سيجما للأحداث من I إلى N، نضرب قيمة الحدث اللي هو XI في البروبابيليتي لهذا الحدث. فبنضرب XI اللي هو قيمة الحدث في البروبابيليتي لهذا الحدث، بعدين بنجمعهم جمع جبري بيطلع عنا قديش الـ expected value. تلاحظ هون في الفورمولا EX اللي هي الـ expected value أو المين، وهي نفسها الميو اللي هو الرمز الميو، PXI اللي هي الـ probability لكل event أو لكل outcomes، XI هي الـ value لهذا الـ outcome، XI هي الـ value للـ outcome. فصارت عندي إذا كان عندي مثلا أربع أحداث اللي هم X1 X2 X3 X4، لكل X في إلها probability، بضرب قيمة X في البروبابيليتي تبعتها وبعدين بجمعهم، بتكون هاي قيمة الـ expected value. هاي الخطوات اللي هو لحساب الـ expected value أو القيمة المتوقع. أول شيء بنحدد الـ value لكل event أو لكل outcome كـ value، نرمز لها بالرمز XI. بعدين نوجد الـ probability لكل event أو لكل outcome، نرمز لها بالرمز PI. بعدين نجمع النتائج اللي حصلنا عليها من الضرب هذا جمع جبري، بتكون النتيجة هي الـ expected value. فالـ expected value قد تكون قيمتها نهائية موجب أو قد تكون قيمتها النهائية بالسالب. فإذا كان قيمتها النهائية بالسالب فعندي خسارة، إذا كان قيمتها النهائية بالموجب تكون عندي ربح بغض النظر شو التجربة اللي عندي. فالـ expected value زي ما قلنا بتساوي P1 في X1، يعني الـ probability قيمة الـ probability لـ الـ variable X1 أو للـ event X1 زائد الـ probability لـ P2
اللي هي probability للx2 في قيمة x2 زائد زائد probability ل xn في قيمة xn، يعني كل قيمة مضروبة في probability تبعتها بيطلع عندي قديش expected value. نشوف هذا المثال البسيط كيف بنوجد فيه الاكسبكتد فاليو. لو اجيت رميت قطعة النقد الكوين ثلاث مرات، find the expected value of getting head. لاحظ هون عندي انه الهيد هو التارجت تبعي، انه انا بدي احصل على الهيد، فالهيد هو عندي الايفنت، هو عندي التارجت. فإذا رميت قطعة النقد ثلاث مرات بتلاحظ أن السامبل سبيس هو ممكن يظهر عندي الهيد في المرة الأولى في الرمية الأولى، والهيد في المرة الثانية، والهيد في الرمية الثالثة، أو الهيد في الرمية الأولى، الهيد في الرمية الثانية، التيل في الرمية الثالثة، أو الهيد في المرة الأولى، التيل في المرة الثانية، الهيد في المرة الثالثة، وهكذا لباقي السامبل سبيس. هسه احتمالية ظهور الهيد اللي هي قيم xi اللي هو كم ممكن يظهر الهيد اللي هي xi، فالهيد ممكن ما يظهر ولا مرة زي اللي هي هون تيل 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 في الثلاث مرات، فالهيد ظهر زيرو مرة، أو قد يظهر الهيد مرة واحدة زي تيل تيل هيد، أو تيل هيد تيل، أو هيد تيل تيل، أو قد يظهر مرتين، أو قد يظهر في ثلاث مرات. شو احتمالية أن يظهر الهيد زيرو مرة؟ فيش عندي غير مرة واحدة اللي ما بظهرش فيها الهيد ولا مرة، اللي هي واحد من بين ثمن outcomes. فاحتماليتها أن يظهر زيرو مرة الهيد واحد على ثمانية. شو احتمالية يظهر الهيد مرة واحدة؟ اللي هو عندي ثلاث مرات بيظهر فيها الهيد مرة واحدة من بين ثمان أحداث أو ثمانية outcomes. شو احتمالية يظهر الهيد مرتين؟ عندي كمان الهيد بيظهر مرتين في ثلاث أحداث من بين الثمان أحداث. شو احتمال يظهر الهيد ثلاث مرات؟ عندي مرة واحدة بس، اللي هي الهيد في المرة الأولى هيد هيد، فيش عندي غير هاي المرة، فاحتماليتها واحد على ثمانية. لاحظ مجموع الـ PXI في هذا الكولوم الوسطاني بيساوي واحد، لازم دائما هذا يساوي واحد. شو بنساوي هسه بالكولوم الثالث؟ بنضرب كل قيمة لـ XI في الـ probability تبعتها، يعني XI في PXI، زيرو في واحد على ثمانية يساوي زيرو، واحد في 3 على 8 يساوي 3 على 8، يعني بنضرب قيمة X في البروبابيلتي تبعتها وبنحط النتيجة في الكولوم الثالث، بعدين بنجمع الكولوم الثالث بيكون هو الاكسبكتد فاليو. نجمع الكولوم الثالث بيكون هو الاكسبكتد فاليو اللي هي طلعت عندي هون 12 على 8 اللي هي 1.5. فقيمة الاكسبكتد فاليو تساوي 1.5، يعني القيمة المتوقعة لظهور الهيد في هاي التجربة هو 1.5. شكرا لكم، يعطيكم العافية، نلتقي في محاضرة لاحقة.